مساء الخير جميعا، نرحب فيكم بفقرة لقاء الأبطال، أبطال سباهي وجي سي آي. الفقرة أسبوعية نستضيف أحد أبطال المجموعة، نحييه ونحاول نستفيد من خبراته الحياتية والعملية. ضيف اليوم غني عن التعريف، من أعلام الجودة في المملكة العربية السعودية، شخصية ذات ثقل كبير وخبرة تزيد عن 20 سنة في مجال المستشفيات، أغلبها بالصفوف الأمامية، تسلق السلم درجة درجة. طبعاً هو معانا اليوم بصفة شخصية. مساء الخير دكتور أنس عمرو. مساء الخيرات والمسرات، أنا دكتورة رغدة والجميع، ورفع الله قدركم جميعا، وهذا بعض ما لديكم جميعا. أنتم أبطال الجودة، فخر لنا وأعلام غني عن التعريف. شكرا دكتورة رغدة، شكرا جزيلا على هذه المقدمة الرائعة. وإحنا فخورين جدا أن أنت ضيفنا اليوم. الله يكرمك يا رب والجميع إن شاء الله. طيب أعطيك بريف عن فقرات أجزاء الفقرة. أولها طبعا بيكون تعريف بالضيف، بنسمع منك أنت تعريف بنفسك، بعدها هناخد 10 أسئلة سريعة، أسئلة شخصية تعطينا فيها الجودة من وجهة نظرك، وبهالوقت طبعاً الحضور يقدروا يحطوا أسئلتهم على الشات، وممكن نتناولها آخر اللقاء أو إذا في مداخلة بعد ما نخلص الأسئلة العشرة. بأمر الله، بأمر الله. الله يسلمك. طيب نبدأ بالهوية الشخصية، تفضل دكتور عرفنا عن نفسك. الله يكرمك. طبعا مساء الخير جميعا، أسعد الله أوقاتكم. شكرا دكتور رغدة، شكرا أخوي عبد العزيز، الجميع القائمين على هذا الجروب الرائع صدقا، يعني والمميز والثري والغني عن التعريف، وصراحة يعني من أفضل الجروبات اللي أنا منضم إليها. أتشرف صراحة بالانضمام إليها، قد ما هو غني وقد ما في خبرات عالية. أخوكم الصغير أنس عمرو، العمر يعني حوالي 42 سنة الآن إن شاء الله. سنة التخرج أنا حاصل على البكالوريوس في التمريض عام 2000-2001، وأكملت الماجستير في إدارة الحالات الحرجة عام 2006-2007. بعد ذلك دخلت في سبيشال سيرتيفيكيشن من جامعة جون أبوت في كندا، اللي هو الخاص في تريننج اوف ترينيز للادفانس كريتيكال كير نيرسينج في 2015. وفي نفس الوقت برضو من نفس الجامعه حصلت على شهاده التدريب المتقدمه في تمريض العنايه الحرجه في 2020. جددت الفيلوشيب ويد اسكوا في الكواليتي والبيشنت سيفتي، وحاليا ان شاء الله عندي قبول مبدئي للبي اتش دي ان شاء الله في دول اوروبيه ان شاء الله. طبعا الماجستير اخر مؤهل حصلت عليه من جامعه العلوم والتكنولوجيا الاردنيه، وان شاء الله القبول القادم للبي اتش دي ان شاء الله حيكون في اليوكي اذا ربنا يسر الامور ان شاء الله، وتحسنت امور البانديميك وبدا الواحد يقدر يتحرك خارج الحدود الجغرافيه الحاليه. الحالة الاجتماعية بحمد الله بفضل الله متزوج وعندي 3 أولاد، هاشم وبانا ورزون آخر العنقود. ما شاء الله، سو ناديك أبو هاشم؟ الله يسعدك يا دكتورة رغدة. أوكي يا أبو هاشم، تسلمي. ننتقل لفقرة الأسئلة. تفضلي معكم. السؤال الأول، حدثنا عن قرارك بالانتقال للعمل في مجال الجودة وسلامة المرضى. طبعاً أنت الباك جراوند تبعك تمريض، اشتغلت فترة طويلة بالصفوف الأمامية كممرض. نعم. حابين نعرف عن القرار بالانتقال للعمل بمجال الجودة، متى كان وكيف وليش؟ تمام. زي ما تفضلت دكتورة رغدة، فعلياً يعني أول 5 سنوات من خبرة العملية اللي بدأت في 2001 تقريباً، كنت في الصفوف الأمامية على علاقة مباشرة مع المرضى، وكانت خبرتي صحيحة صراحة، يعني هي نقطة الانطلاق نحو التوسع في تقديم خدمات ذات جودة عالية وسلامة للمرضى، لأني كنت أعمل في قسم العناية المركزة القلبية كاردياك سيرجيكال آي سي يو. وطبعاً احتياجات المريض الكاردياك اي سي يو اللي هو مريض يعني مين اللي هي المرضى بعد عمليات القلب المفتوح عاليه جدا، وتتطلب ديماند كبير من الكوادر الصحيه سواء اطباء او تمريض او اي فئات اخرى.
فبعد سنتين ونص تقريبا، وهي كانت اول خبره مبدئيه لي، يعني اشتغلت تقريبا سنه في الجنرال اي سي يو، كنت حديث التخرج، اخذت خبره منها على مستوى الجنرال اي سي يو، اللي هم مرضى يعني نامل لهم وندعو لهم الله بالشفاء، الى مرضى اكتف بيعمل عمليات كبيره جدا ميجر سيرجري، وخلال 3 أيام بيكون ديسشارج بامر الله وراجع ماشي على رجليه، من مريض هوبلس معتمد تماما على اجهزه التنفس الصناعي وادويه القلب، الى مريض بيعمل ميجر سيرجري وبيحتاج افورتس كبير من الكوادر الصحيه ميل للتمريض لحد ما يطلع يمشي على رجليه. فخلال سنه ونص تقريبا من بدايتي في العمل دخلت العمل في الكاردك اي سي يو. الكاردك اي سي يو في 2002 2003 2004 يعني ما كان في مؤشرات اداء ولا في كي بي ايز ولا كواليتي ولا واتيفر، يعني كانت هي عباره عن سكاترد افورتس. بتكلم عن البيسك اكسبيرينس او الانتر اكسبيرينس، كانت في الاردن صراحه في احد المستشفيات الجامعيه اللي كانت مختصه بجراحه القلب. طبعا كان المجال جديد جدا، وكان عندنا محصور على فئه معينه اللي هم اطباء، يعني كان الجيش الميليتري سيكتور هو الهاندلنج الكارديك سيرجري، فكانوا صعبين جدا في التعامل وبتطلبوا متطلباتهم عاليه لان هم ويل تريند، كلهم ويسترن تريننج. بالنسبه لنا كخبرتنا في الاردن ما كان عندنا الاكسبيرينس العالي جدا للتعامل مع حالات قلبيه، هذا تطلب منا بحث وتطوير واختراع مؤشرات اداء على قد ما نستطيع. وكانت بدايتها في الادفانس لايف سبورت، في البيسك لايف سبورت، في المونيتورينج بروجريس، اللينث اوف ستي. اول ما بدانا بجهود تطوعيه، كانت هي اول نواة صراحة للدخول إلى مجال الجودة وتحسين الأداء والاهتمام بمخرجات العمل الكبير لجراحات كبيرة ومتقدمة تنتهي أنه المريض حقق التارجت اللي دخل منه. بعد ذلك يعني أمضيت 4 سنوات تطورت خلالها من فرونت لاين، من النيرسينج كير سيرفيس، من بروفيجن اوف كير دايركت للبيشنت، إلى التعليم والتطوير، الى الكي بي ايز. بدانا بشكل برود، فيري برود، كان لغايه 2006. بعد ذلك صرت اعمل عمل مزدوج تمام لما بدات اكمل الماجستير، فبدات ادرس واكمل في نفس الوقت. بعد ما اكملت دراسه الماجستير 2006 2007 انتقلت العمل الاكاديمي، وهذا طبعا برضو اضاف لي اطلاع اكبر على الريسيرش والليترشر وهاو يو كان امبروف يور سيلف وذ ايفيدنس بيست. فكان ايفيدنس بيست هو 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 الشيء الثاني اللي هو الرافد الاخر بعد الاكسبيرينس الجديد، اللي هو الايفيدنس بيست، انه تشوف العالم كيف يتعامل مع الاشياء اللي هي ما في عندنا براكتس كرنت براكتس عليها. درست سنتين بعدين انتقلت العمل في السعوديه، في اكبر اي سي يو كان في وزاره الصحه بدون ما نذكر أسماء، أو هو مدينة ملك سعود الطبية كانت. وصراحة يعني أنا استلمت في البداية كمسؤول التعليم والتطوير لأقسام عناية مركزة كانت 30 سرير، الآن ما شاء الله مدينة ملك سعود الطبية من أكبر الأي سي يو في المملكة 126 سرير. تشرفت بالعمل صراحة معاهم من 2008 إلى 2014. أول شيء بنينا عليه خبرتنا، وكان برضو في الانتقال والتحول الكبير للبيور كواليتي أند بيشنت سيفتي، اللي هو يعني كان عدد أسرة قليل ونسبة وفيات أو معدل وفيات كانت تجاوز 65%. بدأنا نسأل يعني في 2008 هل في مؤشرات أداء، هل في length of stay indicators، هل في VAB indicators اللي هي الـ ICU indicators. ما كان أي شيء طبعا، هذا كنت جايبه معي أنا من خبرة السابقة وشوية evidence based اللي كانت هي نقطة الانطلاق، ولسه ما كان في سباهي أصلا في السعودية. يعني سباهي إذا تذكري كان مكة بروجرام، بعدين بدأ سباهي توقع في 2010 رحلته بشكل متوسع في المملكة. فبدأنا نرسم الـ KPI. فأول مؤشر كان نسبة معدل وفيات عالي جدا مقارنة بعدد الأسرة، مدة إقامة كان فيها يعني تتجاوز المدة البيسلاين المسموح فيه عالميا. فبدأنا ندمج ما بين التعليم والتطوير اللي أنا هايرد على شانه، طبعاً التعليم والتطوير والستاف ديفلوبمنت، كنت أنا مسؤول عن 600 موظف في الانتري في مدينة ملك سعود الطبية، كانوا الفيزيشن والنيرسز والآرتيز والدايتيشن فعملنا لهم برنامج تطويري، من ضمنه كان قبل ما يصير المانديتري ACLS والBLS، كل هذا كان سبحان الله يعني كنا متماشيين في نفس الفيجن اللي هي جت بعدين وعممت او عملت لها مانديت هذه كورسز.
فبدأنا في مؤشرات بسيطة كانت مرتبطة بالأوتكمز الموجودة عندنا، بعدين بلشنا نتوسع أكثر شوية شوية، ندمج ما بين التدريب والتطوير، ما بين نسق المهارات القوى العاملة اللي عندنا، فعملنا ماندتوري كورسز، ماندتوري ترينينج، اديشنال كومبتنسز، ما كان في كومبتنسز نهائيا، وهذه كلها كانت جودة بيور. الماشينز كان في الوت اوف ماشينز، يعني كمستشفى كان ويل اكويبد لكن ستاف نت ويل تريند، فهذا كان كلها لما عملنا كوز اند افكت اناليسز بشكل بسيط، كان في عندنا هيوج ديفكتس في التريننج، في الكومبتنسي، في الكواليتي انديكيتورز. فصراحه برضو هذه اضافت لي واضافت المكان اللي انا فيه برضو اشياء كبيره صراحه. بعدين بدأنا نتوسع أكثر، نبدأ نعمل detailed analysis، صار في عندنا data، أوكي، بدأنا ندرس بشكل أكثر، صار في عندنا تيم، شكلنا تيم أكبر، بدأت الجودة تأخذ شكل أفضل، ركزنا بالضبط بالضبط بالضبط. بعدين سبحان الله يعني توسعت الخبرة، صار الكواليتي هو جزء أساسي من العمل، صرنا نتكلم في اي مشروع، في اي بروجكت، في اي ميتنج لازم الكواليتي هو يعني شو مي ذا داتا، اي ميتنج، اي تحرك، شو مي يور داتا، شو يور تارجت، يور اوبجكتيفز. فصارت اللغه تتغير لغايه 2010، بعدين الحمد لله رب العالمين توسعنا في الخبره. طبعا ما كان يعني اليونيفايد لو ستاندرايز فورم الاسسمنت، انيشال اسسمنت، ري اسسمنت، المونيتورينج للبريشر انجريز، هذه كلها من الكي بي ايز اشتغلنا عليها وما كان عليها والاستابليشد ريكومنديشنز. نقلنا تجربتنا ايضا الحمد لله رب العالمين ل مشاريع الحج من 2010 الى 2013 تقريبا. الحمد لله ساهمنا ايضا بمشروع ملف الحج الموحد لو ستاندرايز او يونيفايد اللانجوج اللي بيتكلموها الاف الممارسين الصحيين اللي بيجوا من مختلف المناطق في المملكة، كلهم ICU experience لكن different schools, different scopes, different format. فكان مشروع ناجح الحمد لله رب العالمين، اللي هو unified ICU file في الحج بالتعاون مع الشؤون الصحية في مكة، كان لهم دعم كبير جدا، وكان من النقاط الهامة جدا أيضا في التوسع أيضا في مجال الجودة اللي هي الفورمات والمونيتورينج كي بي ايز والريبورتس، هاو تو ريبورت البروجريس كامل. بصراحه يعني كثير كثير من الاشياء. بعد ذلك الحمد لله انتقلت للعمل في الشؤون الصحيه في وزاره الصحه لمنطقه الرياض، برضو في مشروع تطوير العنايه المركزه في منطقه الرياض 42 مستشفى، والحمد لله رب العالمين توسعنا في مجال الجوده وسلامه المرضى. بدأنا نتكلم في لغة البيانات، في لغة الأوتكمز، أضفنا معايير اللي هي مثلا الأباشي سكور اللي هو سيفيرتي أوف إلنس كمعيار أنه don't blindly treat patients، تمام، لازم يكون في عندك، وهذا طبعا كان يدعم أنه في راشونال بيهايند الهاي مورتاليتي ولا اللو مورتاليتي، ولا المريض هذا هاي سيفير تروما، يعني واحد جاي مكسر الله يشفيه، تمام، how to differentiate between مريض جاي RTA ومريض جاي DKA. DKA it's not acceptable انه يكون death patient، هو يعني احنا بنقول general speaking frankly speaking، بينما مريض جاي تروما وجاي RTA، تمام، فوضعنا لهم بعض الاشياء من الايفيدنس اللي هو كان من الامريكان سوسايتي اوف كريتيكال كير، اخذنا منهم البيرميشنز. طبعا يعني كان توسع ايضا في السكيلز ومين اللي كانت في الكريتيكال كير سيرفيس اللي هي صراحه حديقه المستشفى. if you have a well established ICU that means your hospital in the safe hands. يعني هذا ان بريف يا رغدة. وتتوجت يعني الحمد لله ربنا بعد الرحلة هذه كان انتقال لمركز سلامة المرضى، لأنه تعرف يعني سلامة المرضى والجودة هي وجهين لنفس العملة، الجودة لازم تنعكس سلامة المرضى، وسلامة المرضى بدون معايير وثوابت ومتابعة لا يمكن أن تتحقق. أتمنى أكون إن شاء الله أجبتكم بإيجاز إن شاء الله. ما شاء الله عليك، يعني نحتاج فقرات عشان نأخذ من الخبرات اللي عندك. الله يكرمك، بعض ما عندكم يا دكتورة رغدة والجميع. الله يسلمك. طيب أبو هاشم ننتقل للسؤال الثاني. يلا معاكم. السؤال الثاني بقول لك ما سر حبك للجودة وسلامة المرضى؟ صراحة يعني في أشياء بتحبيها سبحان الله لما تتعاملي معاها شيء بشيء، في الوهلة الأولى بتظهر لك الجودة أنه شيء صعب جدا، وكواليتي وأرقام وبيانات مؤشرات أداء، وأنت تحت الضغط أحمر وأخضر وكذا. لكن لو بسطنا الأمر ورجعنا لديننا الإسلامي كمسلمين،
فمش يعني احنا الجوده بنمارسها منذ الولاده وحتى الوفاه، تمام؟ ولو رجعنا ايضا لبعض الايات والاحاديث، يقول الله تعالى: احسنوا، الله يحب المحسنين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يحب اذا عملكم احدا ان يعمل ان يتقنه. فالاحسان والاتقان معانا منذ الولاده حتى الوفاه، وهذه هي صراحه هي مغروسه فيك، يعني الاتقان، الاحسان، وقل اعملوا، فكل هذا موجود اصلا بالفطره مع الانسان. فهو مش محتاج الا بس انه الواحد يبسط الامور، يحط له بلان واضح، اوكي، يحط له تارجتس واضحه اتشيفبل، تمام، فحتحب الجوده بشكل جيد. لكن لو نظرت الى الجوده انها معقده وارقام وكي بي ايز وبلو تارجت وابوف تارجت وانا بدنا اياه بالاخضر بالاحمر، نيفر ايفر يو ويل اتشيف يور جولز. فخلينا نتعامل مع الجوده انه احنا اصلا الجوده ولدنا على الفطره عليها، تمام، واحنا متطلباتنا الدينيه والشرعيه والمجتمعيه تطلب من الاحسان والاتقان، وهذا هو ببساطه هو يعني اسلوب حياه احنا عايشينه، وليس فقط يعني مجال عملي او علمي، يحتاج مني صقل تطور، اكيد هي ما بتيجي معي بالفطره، تمام، هي موجوده معي من الداخل، لكن انا محتاج اصقلها واطورها بالتعليم والتدريب والتطوير والاطلاع، ويكون عندي دائما منهجيه واضحه. الجوده تحتاج سيستماتيك ميثودولوجي، لازم يكون في عندي ستيب باي ستيب لحد ما اوصل للتارجت، وهذا كل ما وصلت لتارجت وحققته هي مش نهايه رحلتي في الجوده، هي بدايه مرحله جديده في الجوده. صحيح. سلامتك يا رغده. طيب يعطيك العافية، ننتقل للسؤال اللي بعده. تفضلي. السؤال الثالث بيقول لك: أصعب تحدي بمجال تطبيق الجودة وسلامة المرضى. طبعا في تحديات كتير، ويعتمد من مكان، من بيئة عمل لبيئة عمل تانية، قطاع خاص، قطاع حكومي. بالضبط بالضبط 100%، يعني كل سيكتور له تحديات وله تشالنجز، له تشالنجز. يعني انا بوجهه نظري المتواضعه، وانتم ما شاء الله كلكم اعلام في الجوده ولمستوا المصاعب والباريرز في الجوده، انا اعتقد من وجهه نظري المتواضعه انه اصعب شيء في الجوده اللي هو الثقافه الموجوده السائده، ثقافه، والثقافه هذه اللي هي ثقافه التغيير. يعني ايش هو الثقافه السائده في المنشاه او في السيكتور كامل، والثقافه التي ينبني عنها تغيير، تمام؟ الروتين وورك لن ينتهي بمخرجات جيده للجوده، ولن ينعكس على سلامه المرضى. روتين ديل وورك ذا سيم، نيجي الصبح منوقع منروح، هذا لن ينعكس على اي تقدم في مجال الجوده وسلامه المرضى. فالاصعب شيء في الجوده الثقافه السائده، القدره على تغيير الثقافه السائده هذه نحو الثقافه الايجابيه، والثقافه الايجابيه تحتاج تغيير، والتغيير يعني هي كاسكيد، التغيير يرتبط بارتباط وثيق جدا بالليدرشيب، الليدرشيب الموجوده في اي منشاه او في اي سيكتور. اذا كان الليدرشيب هو داعم وانجيج وهي بيليف وذ كواليتي اند بيشنت سيفتي، فحتلاقي المنشاه هذه او السيكتور هذا شعله، شعله من النشاط، شعله من المخرجات، متقدم مستمر، انجازات مستمره، رضا مرضى، كل شيء حتلاقيه موجود. فالتغيير والثقافه السائده هي اصعب شيء في الجوده انك تبداي فيه. اذا نجحتي في استقطاب او في استماله الليدرشيب وصناع القرار على دعمك، تمام، على تغيير الثقافة السائدة، فيصبح الموضوع سهل إن شاء الله. التحدي الآخر أو الشيء الصعب اللي هو البيانات، زي ما قلنا الداتا، if you own data، كثير من المنشآت، يعني أنا زي زيكم تقلبنا ومشينا في كثير في منشآت، البيانات أحيانا نجمع بيانات بكم كبير، طبعا البيانات هي الإيفيدنس، هي اللي حتوجهك. فكثير من الأقسام بدون ذكر، تمام، تمتلك بيانات هائله جدا من سنوات عديده، لكنها تحتفظ فيها في الادراج للاسف، ولا تشاركها، تقول هذه لي وهذه لك، هذه البيانات ان شاركتها اي ويل بي بليمد، هذه البيانات ان شاركتها الجوده حياخذوا الكريدت، ما هو احنا. فتاسيس قاعده بيانات، تمام، اقناع الناس على مشاركه البيانات برضو كمان، هذه شيء كبير من الـ من الـ من التوب باريرز اللي لازم أي ضابط جودة أو أي مسؤول جودة في أي منشأة يبدأ على العمل فيها. أعتقد أن الثقافة، التغيير، وامتلاك البيانات وإدارتها، هذه هي أصعب شيء، وأصبح أصعب من أصعب التحديات من وجهة نظر اللي ممكن يواجهها مختصين الجودة. صحيح صحيح، مع كل حق. ننتقل للسؤال اللي بعده. معكم. طيب السؤال الرابع بقول لك: حدثنا عن سلامة المرضى من منظورك الخاص. طبعا في ناس they mix up الكواليتي مع البيشنت سيفتي، في مفاهيم معينة عن سلامة المرضى بالمستشفيات، فنحب نسمع منك أنت إيش منظورك الخاص. هلا يعني هذا يا رغدة وجميع الزملاء، يعني
موضوع كبير جدا ومتشعب و كان في نقطة تحول صراحة من أكثر من 20 سنة. تمام، تذكروا جميعا تؤرز هيومن ريبورت لما صدر في 1999 في بداية 2000. تمام، لما بدأوا في الاستيميشن أنه في preventable error. تمام، يعني إحنا في الجودة بنحط المعايير بنحط الستاندرد، نسعى لتطبيقها، نراقب الأداء والمخرجات، لكن still لا يزال مع كل هذا الموجود مرضى بتعرضوا للأذية من أشياء قابلة للمنع. أوكي، فالأكريديتيشن المعايير هي ضبطت، هي أسست، هي غيرت تمام في وجهة النظر، في التصور، في التعامل، هي حطت معايير لأفضل الممارسات، لكن ستيل المرضى بتعرضوا للأذية اللي هو الهارم، الهارم ريتش البيشنتس. تمام، فسلامة المرضى والجودة ما نقدر نفصلهم عن بعض، متطلبين أساسيات. لكن لو اختصرت أنا من وجهة منظوري الخاص، سلامة المرضى مجال واسع جدا ومتشعب، لا يمكن فصله عن الجودة. تمام، مرتبطين ببعض ومكملين لبعض. تمام، لكن لو بدأنا أن نشوف الأشياء القابلة، أخطاء طبية وصفية، تمام، دي في تي، المريض بصير عنده دي في تي، رونج سيرجري، رونج بيشنت، بلاد ترانسفيوجن في نون كومباتبل بلاد جروبينج، هذه أشياء مش لازم تصل للمريض. سباهي أو الجودة ضبطت المعايير وحطت كونسنت وعملت تشيك وعملت ايدنتيفيكيشن، بس ستيل في عندنا هولز، في عندنا ثقوب من السويس تشيز، ستيل الخطأ محتمل أن يصل للمريض. هذه هي الرحلة ما بين الجودة وضبط المعايير ووصول أو عبور الضرر إلى المريض. فاثنين مكملين لبعض، صعب نفصل بيناتهم، لكن سلامة المرضى لها تصور مختلف ولها رحلة مختلفة، والجودة لها تصور مختلف ورحلة مختلفة، لكن اثنين بيصبوا في النهاية اللي هو مصلحة المريض وسلامة المريض جسديا وعقليا ونفسيا واجتماعيا. وطبعا تطبيق المعايير أسهم إسهام كبير في تحسين سلامة المرضى. ولو رجعنا لسباهي حنلاقي أنه اختار العشرين معيار الـ essential safety requirements عشان يركز عليهم وأعطى فوكس عليهم و highlight them very well. وكان very strict سباهي أنه if you did not pass أو في بطريقة المعايير المعتمدة you will not go for accreditation. هذا كله عشان نعمل بس أنه نزيد التركيز ونزيد الضغط على المعايير الخاصة بسلامة المرضى. في المستقبل القريب أمل أنه يكون هناك معايير موسعة وخاصة بسلامة المرضى، وبالنهاية هدفنا هو سلامة المريض، تقديم رعاية وذات جودة عالية وآمنة للمريض. ممتاز، ننتقل للسؤال الخامس. تفضلي. السؤال الخامس بقول لك، ما نصيحتك لكل مبتدئ في مجال الجودة وسلامة المرضى؟ أي شخص مبتدئ عنده حب للجودة بس مو عارف من وين يبدأ، شو نصيحتك له؟ أوكي، هلأ ما احنا يعني برضو كمان احيانا نظلم الناس الجونيورز ونقول الكواليتي، انت جونيور لسه، انا ما بدي، انا محتاج دعم، طيب خد ناس ودربهم. لا، انا محتاج ناس سينيورز تو ورك وذ مي شولدر باي شولدر، لانه انا ما بقدر. هلا ما حدا انولد او حدا جاء على الدنيا هذه بول اكسبيرينس ويل ترين، كلياتنا مرينا في نفس الجيرني، لكن هي سبحان الله قفزات ومجالات، واحيانا سبل تعاون أو دعم بتساعد الشخص أنه يسرع رحلته في مجال الجودة. لازم في البداية 100% نكون مقتنعين أنه الكواليتي هي رحلة، السجيرني نطلع ديستنيشن، هي مش بس محطة للوصول أنا خلاص أعمل في الجودة، هي مستمرة جدا ولا تنتهي. أنا عملت KPI كارد مثلا، حققت التارجت، هذا this is not my goal. أوكي، جيرني هي رحلة مستمرة، رحلة مستمرة. دام عندي مريض كل يوم بيجيني أو عندي مرضى بيجيني يوم، فهي جيرني. مريض still I need to provide high quality, high standardized care and safe care to this patient. ما في حدود. أنا رأيي أنه المبتدئين لا يكون في عندهم حدود. start، ابدأ بما تستطيع تقديمه، ابدأ، لكن لا تنسى أنه العلم متطور dynamic. تمام، اتعب على نفسك شوية، قوي نفسك، خذ من خبرة زملائك اللي سبقوك، ادعم نفسك بالدورات، مهمة جدا، احضر ندوات متخصصة، اقرأ،
الآن المجال المفتوح الأونلاين صراحة، صح إحنا مرينا في فترة عصيبة في البانديميك، لكن الفترة هذه فتحت لنا مجال كبير جدا على الاطلاع على كل ما يدور في العالم وانت قاعد في بيتك عبر الزوم أو أي وسائل الاتصال المرئي والمسموع. دورات مجانية بشكل كبير جدا، الـ WHO، الـ CDC، السباهي، الـ Patient Safety، كل العالم وكل المنشآت هذه قدمت دورات مجانية بس إنه أدرس. فما في مبتدئ وما في إكسبرت، هي رحلة بين المبتدئ والإكسبرت، رحلة. الرحلة هذه الخطوات اللي فيها لازم تملأ هذه الخطوات، بتطور نفسك، تزيد نفسك، تزيد ما بحوزتك من معلومات، من خبرة، ليس فقط العلم ولا بد من الخبرة. فخليك دائما يعني ابدأ مثلا، ممكن نقول برضو قاعدة 80-20، you can use it، do it smart don't do it hard. تمام، لا تقولوا هذا يعني انا ايش وصلني الان CPHQ CPPS risk manager كذا كذا كذا، بدأ رحلته زي ما بدأت انت رحلتك. يعني حط أهداف منطقية واضحة، حط مثلا monthly target، by annual target، حدد تمام. don't forget the staff development أو personal development، أفضل شيء ممكن تستثمره وتستثمره في نفسك، في تطوير نفسك بذاتك. صحيح. So طولة البال علشان الحياة عبارة عن continuous learning process. 100% رضا، طولة البال يعني خليك patient، مش patient لا سمح الله، خليك patient، كله بيجي مع الوقت. إذا كنت حاط خطة واضحة الأهداف وحط لك monthly target، أنا الشهر هذا لازم أقرأ هذا مثلا الكتاب، لازم أقدم هذا الامتحان، لازم أجلس مع الإكسبرت، لازم أحضر كذا webinars، يعني لازم يكون في عندي خطة كاملة. أنا I promise you within 6 months you will add to yourself at least 20% increase in the knowledge and experience if you have a clear plan. إذا كان عندك خطة واضحة وبنيتها صح، انت خلال 6 شهور كل 6 شهور حتزيد 20 ل 25% من الاكسبيرينس اللي هم السينيور ليفل من وجهه نظرك. ممتاز. ننتقل للسؤال السادس. ماشي رغده معاكم. السؤال السادس بقول لك، شو نصيحتك لكل من يجد صعوبه في تعلم الجوده وسلامه المرضى؟ إذا حطينا هذا أنه في صعوبة، خلاص نقول له ألزم بيتك. ألزم بيتك ولا تطلع من البيت. يعني ما في شيء صعب، ما في شيء مستحيل، زي ما قلنا، إذا كان عندك خطة واضحة، حط نفسك خطة واضحة ومحددة الأهداف والوقت، إطار زمني، objectives you need to achieve it، ما في شيء صعب بأمر الله. So لازم يتحدى حاله ويطول باله ويشتغل على نفسه. بالضبط، اطلب العلم في الصين، والان عندنا فرصه كبيره جدا الاونلاين. الاونلاين عالم كبير، ممكن اخذ منه انا شهاده ورقيه فقط، ممكن فعليا استفيد منه، اثري نفسي بمعلومات من الناس ذوي الخبره في عده مجالات من مختلف انحاء العالم. ممتاز. ننتقل للسؤال السابع. معكم السؤال السابع، بقول لك من وجهه نظرك كيف اثرت الجائحه على جوده وسلامه الخدمات الطبيه؟ سؤال جميل جدا يا رغده صراحه، يعني يمكن هذا يحتاج لقاء كامل، وأنا يعني ما أملك يمكن نقطة في بحر الإجابة على هذا السؤال. من الخبرات أو من اللي حدث في التغير الكبير في جودة الخدمات الطبية على مستوى المملكة، هنتكلم ميلي صراحة. يعني الجائحة، الله يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا، شهداء الصحة اللي راحوا وخسرناهم في مقاومة هذا الوباء، لكن بصراحة برضو استفدنا كثير إيجابيا. يعني قد ما أثرت هذه الجائحة علينا من resources، من manpower، من اقتصاد economics، تمام، لكن بنفس الوقت ننظر الوجه الآخر، أثرت علينا بشكل كبير في عمل تغييرات كثيرة على مستوى الأفراد، على مستوى المنشآت، على مستوى القطاعات، على مستوى الوزارات، وما أعلى ذلك وما فوق ذلك. وأنا بنظر لها إيجابا. يعني لو أخذنا مثلا حادثة انقطاع الأكسجين، أوكي، هذه يعني لا ما كانت حيتم الانتباه لها والتنبه لها، بالرغم من وجود شابتر كامل، والرغم في وجود معايير وضبط وشيكمنت شيك ليست وبي بي ايز، لكن الاوفر يوتيلايزيشن اوف اكسجين ما كان حيتنبهوا له الناس، سبحان الله.
لو ما حدث الشت داون في الاكسجين سبلاي في احد المنشات، وبفضل انه نتريش بيشنت يعني. فهذه احد الاشياء، السيرج كاباسيتي، السيرج بلان، الستاف اوجمنتيشن، اللي هو اليوزنج النون اي سي يو ستاف. يعني احنا لاحظنا في الجائحه هذه الاي سي يو كان عليه ضغط كبير جدا جدا جدا. الاي سي يو الان توسع السكوب تاعهم، صار عندهم شيء بنسميه ستاف اوجمنتيشن ستراتيجيز. وانا الحمد لله بفضل الله يعني برضو كمان شاركت في ورقتين علميات مختصات في الاي سي يو، كوني انا برضو عضو مجلس اداره في الكريتيكال كير سوسايتي في جمعيه العنايه الحرجه السعوديه للعنايه الحرجه. فالحمد لله اطلقنا ورقتين علميات برضو كمان تساعد الناس انه هاو تو اوجمنت ستاف تو يوز، هو نستخدم النون اي سي يو ستاف تو هاندل اي سي يو بيشنتس. احنا في كرايسيس ما كنا حنجيها، يعني ديزاستر مانجمنت بلان ما كانت كافيه لتغطيه الاوفر يوتيلايزيشن اوف اي سي يو ستاف. اوريدي احنا اصلا عندنا شورتج في الستاف، الريشيو عالي جدا. البانديميك ضافت لنا عبء كبير اضافي، تعلمنا من البانديميك، نعم تعلمنا منها على مستوى الاف ام اس شابتر، على مستوى الستافينج بلان، على مستوى الان عندنا ناشونال كوماند سنتر، وصراحه هذه نقطه كبيره جدا تضاف لتاريخ السعوديه المتقدم صراحه وادارتها في الازمه. صراحة إدارة السعودية الأزمة تدرس على مستوى البلدان المجاورة والدول المتقدمة، يعني صراحة كان في قفزات كبيرة جدا 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 وجود الأزمة، وكلها إن شاء الله انعكست على سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية. طيب ننتقل للسؤال الثامن. معكم السؤال الثامن بيقول: كيف تجد مستقبل الجودة وسلامة المرضى في المملكة العربية السعودية؟ صراحة يعني بدون تحيز، وأنا صراحة أفتخر أني أعمل في القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية. أنا بطلع وبتكلم في مؤتمرات وفي ندوات، وبشوف صراحة فرق كبير جدا جدا وتقدم مستمر وسريع جدا جدا في الكواليتي والبيشنت سيفتي صراحه، ودعم هائل من الوزارات والقطاعات والقياده الحكيمه. ما شاء الله يعني مستقبل زاهر ان شاء الله، وانا ارى يعني انه حيكون ايضا هناك وجود وحضور كبير على مستوى الاقليمي والدولي، يعني على مستوى الجي سي سي في عندنا اشياء كثيره في السعوديه متقدمين عنها على من الجلف ريجن، على مستوى الميدل ايست السعوديه ما شاء الله على مستوى الاعتماد، على مستوى البيشنت سيفتي، على مستوى الاداء البريس جيني البيشنت اكسبيرينس، في كثير 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 من الاشياء نضاهي فيها الدول المتقدمه. الحمد لله رب العالمين، وهذا كله يعني في صالح وخدمه المرضى وجوده الخدمات وسلامتها المقدمه لهم. الحمد لله يعني ارى مستقبل الجوده وسلامه المرضى بروميسينج، فيري 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 بروميسينج ان شاء الله، ومن حظ الناس الموجودين في الجوده وبجهودهم أيضا ما شاء الله كل الخبراء وكل القادة ما شاء الله يعني أسهموا وبصماتهم واضحة جدا في كل الواحد في مكانه وفي مجاله الحمد لله ما شاء الله. ننتقل للسؤال التاسع. تفضل يا رغدة. التاسع شوي، السؤال التاسع شوي personal، ما في مشكلة. مثل ما تنبأت لمستقبل الجودة وسلامة المرضى بالمملكة، بدنا نعرف طموحك بالمستقبل. والله شوف، الطموح يعني ما له حدود برضو، كمان الطموح لازم ينبني على برضو على بلان. يعني انا احيانا زملائي بيقولوا لي: معقول انت انس يعني حتى عامل برنامج للاكل الاسبوعي؟ بقول لهم: ليش لا، يعني انت تطمح انه يكون عندك كل شيء سيستماتيك. طموحي في المستقبل يعني اطمح انه يكون لي شيء خاص او مساهمه، يعني اما شيء شخصي او اساهم مع مجموعه من الخبراء تمام في تقديم او في اختراع او في اصدار او في اي شيء، اي مساهمه بالنهايه تنعكس على حياه مريض، على سلامه مريض، على منع خطا طبي. يعني انا والدتي تنومت رحمه الله عليها قبل سنتين، تنومت في مستشفى في مدينة الرياض، والحمد لله قعدت 100 يوم، 50 يوم منهم في الاي سي يو تمام. فلما انت تشوفي يعني انطلب لها رابيد ريسبونس تيم وانطلب لها السي بي ار وانا موجود تمام، ف بتحسي انه التريننج والكواليتي والكي بي ايز الموجوده لما تكون من وجهه نظر المريض فعلا تنعكس
تنعكس على جودة وسلامة المرضى. طموحي أنه أي مريض في أي مكان، يعني بتمنى طموحي أنه فعليا جهودنا جميعا كخبراء في الجودة وسلامة المرضى تصل جميع المنشآت الصحية في جميع نواحي المملكة والعالم العربي والإسلامي، وليس فقط في المستشفيات الرئيسية الكبيرة اللي فيها كل الإكويبمنت، وبينما في المستشفيات الطرفية مريض ما زال بيعاني، ما في عنده مثلا استشاري متخصص دقيق ينتظر التحويل، ما في سيرفيس موجودة، ما في فعلا حد to monitor الكي بي ايز او to provide safe and effective سيرفيس. فطموحي فعليا انه اعمل على المستوى الشخصي مع فريق عمل مع اي جهة اخرى انه نقدر نوصل كل ما تعلمناه ونوحدها في جميع اماكن تقديم الرعاية الصحية في المملكة الحبيبة. إن شاء الله. طيب ننتقل للسؤال الأخير. سهل إن شاء الله يا رب. السؤال العاشر بيقول لك: ما هي رسالتك لأعضاء المجموعة، مجموعة جروب سباهي أبطال سباهي وجيسي أي؟ صراحة يعني رسالتي لهم أنا فخور جدا 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 صراحة ومحظوظ إني انضميت لهذه المجموعة صراحة، يعني شعلة، مجموعة شعلة ما شاء الله، كفاءات متميزة، خبرات عالية جدا جدا، مشاركة وعطاء غير منقطع النظير، يعني ما شفت أي جروب زي الجروب هذا، في عطاء مستمر ما شاء الله، يعني الناس patients صبورين جدا، بيكرروا المعلومة، بيشاركوا المعلومة. فرسالتي كل الاحترام والود والتقدير لكم معلميني وأساتذتي وزملائي وإخواني كلكم، شكرا لكم، أفتخر بوجودي معكم، وإن شاء الله يدا بيد سوية إن شاء الله نحدث الفرق ونحدث التغيير المطلوب في تحسين جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى بكل واحد باختصاصه ومجاله إن شاء الله. شكرا لكم جزيلا. إن شاء الله. طبعا الشات أغلب الناس متفاعلة وحاسة إنه اللقاء يعني محتاج يكون أطول ومحتاجين يستفيدوا منك على يعني على أوسع مجال. قامة عالية ما شاء الله دكتورنا. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك ويكرم الجميع، وهذا من طيب أصلكم، وصراحة يعني رفع الله قدركم ورفع الله تواضعكم كلكم ما شاء الله، خبرات وقامات وصريحة، يعني بكرر مرة أخرى أتشرف بوجودي معكم كلكم ما شاء الله، من 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 أفضل وخيرة الناس، ومطمئنين كل الاطمئنان على جودة وسلامة المرضى في منشآتكم، الحمد لله. يعني الحمد لله. وهون بنكون وصلنا لآخر الفقرة. بحب أتشكر دكتور أنس على تلبية الدعوة، وبحب أتشكر الحضور الكريم على اهتمامهم بحضور الفقرة. صراحة أنا زعلانة على الناس اللي ما حضرت، يعني كان المفروض نخلي الحضور مانداتوري. بس هذا اسمع وينك، عملناه بس 20 سكند في 2008، تمام، كان في اربع اطباء توتال من 320 ستاف، بدينا فيهم اطباء وتمريض وكذا سيرتيفايد في الاي سي ال اس، تخيلي، وكان اثنين منهم اكسبايرد، اربعه بس مروا على الاي سي ال اس اي سي يو. فهل يعقل كان انه انا اعمل سي بي ار بدون ما يكون عندي اي سي ال اس سيرتيفيكيشن؟ وانت بتعرفي كل 2 ييرز تغير الجايد لاينز، صحيح، صح؟ فما وجدنا حل معاهم، ما وجدنا حل، خلال 6 أشهر حطينا تارجت، ما وجدنا حل إلا أنها كانت مندوتري إجباري، ما جددنا عقودهم ولا رفعنا الآني والإيفاليويشن إلا لما كان يجيب إيفيدنس أنه سجل في الـ ACLS أو جاب السيرتيفيكت. فأحيانا نحتاج نكون أوتوكراتيك مش ديموكراتيك. والله إحنا لو هيك يا ريت عملنا مندوتري لكل أعضاء الجروب إنه يحضروا. كلهم خير وبركة إن شاء الله، كلهم خير وبركة، فيكم البركة، وأشكركم جزيل الشكر دكتور رغدة، أخوي عبد العزيز، الجميع، جميع الخبرات والقامات في هذا الجروب، وأشكركم جزيل الشكر، وإن شاء الله معاكم دائما وفي خدمتكم، وشكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا رب. طبعا اللقاء متسجل ورح ننزل التسجيل على الجروب عشان اللي ما قدر يحضر يقدر على الأقل يعني يحضر اللقاء لما الوقت يتسع له. وبهون نكون وصلنا لنهاية الفقرة. شكرا لدكتور أنس، شكرا للحضور، ونلقاكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بفقرة جديدة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية، شكرا دكتورة رغدة، شكرا، السلام الله عليكم. الله يعافيك، مع السلامة.